السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين معانا ايه النهارده؟ معانا العاشوره. العاشوره دي يا حبايبي فيها اسرار كتير جدا، عايزين تعرفوا كل اسرارها وتكاتها، عايزين تعرفوا كل طريقتها من اولها لاخرها. تابعوني في الفيديو ده هنعرفوا مع بعض بنعملوها ازاي بالظبط. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا حبايبي الغلة جبتها من عند العطار، نقيتها وبعدين خدتها غسلتها غسلة كويسة جدا، وبعدين نقعتها في مية لمدة 8 ساعات، وبعدين غسلتها تاني ورجعتها مليت لها مية نظيفة وولعت عليها ايه تتسلق عشان نعمل العشورة بتاعتي. كل الخطوات دي عملتها معاكم بالتفصيل في فيديو البليلة، هحطه لكم في صندوق الوصف لو تحبوا تشوفوا غسيل الغلة ونقعها وكده، شرحت كل ده بالتفصيل في فيديو البليلة. اما في هنا ابتدينا على طول بان احنا هنسلق الغلة بتاعتي، غسلتها هي وهسلقها، هسيبها لما تتسلق خالص وتستوي. طبعا بدل اتنقعت 8 ساعات يبقى مش هتاخد سوى خالص ان شاء الله، هتستوي معنا بسرعة، وهسيبها تهدى شوية بعد ما تتسلق عشان اطلع احطها لبنها ونبتدي نشوف التكات بتاعت العشورة المميزة بتاعتنا. فلازم يبقى اللبن بدرجة حرارة البليلة، هنقول كل الغل العشورة بتاعتي قصدي، فهنتابعوا مع بعض نسلقوها الاول ونظبطوها ونرجعوا نشوفوا بعد ما تتسلق هيكون شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايبي احنا سلقنا الغلة، شوفوا سلقناها خالص وشربت وسبناها لما هدت فشربت كل السوائل اللي فيها واستوت جدا بقى، يعني مستويه قوي. بصوا يعني مستويه خالص خالص كده، حبوبها طريه قوي. تمام، الخطوه اللي احنا هنعملها دلوقتي تعالوا نشوفوا مقادير بقى ايه الطبق العشره بتاعنا. معانا هنا سكر، ومعانا نكهه الفانيليا فواكه، معانا هنا 3 معالق كريم شانتيه، معايا 3 معالق لبن بودر، 3-4 معالق نشا بودر نشا الذرة، ومعايا هنا قرفة. تمام حبايبي، ومعايا طبعا لبن بنفس حرارة الغلة. بسم الله الرحمن الرحيم، كده نسمي الله ونشوف هنعمل العشورة بتاعتنا الحلوة دي ازاي. بسم الله، كده هفضي معايا دي نص كيلو غلة، حط على لترين لبن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن بنفس حرارة الغلة يا حبايبي، اللبن بنفس حرارة الغلة، لازم الاتنين بنفس الحرارة. تمام، ما ينفعش يبقوا حرارتهم مختلفة. النقطة دي شرحناها كويس جدا في البليلة وبكررها دلوقتي. لو الغلة سخن يبقى اللبن سخن، لو الغلة دافية تبقى اللبن دافي، لو الغلة مغلية يبقى اللبن مغلي عشان ما يقطعش ونيجي نقول اللبن قطع عليه. هحط السكر بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، التسكيرة دي بقى حسب الرغبة، يعني ايه بتحبيه مسكر قوي، بتحبيه مظبوط، بتحبيه سكر خفيف، ده ايه راجع لك. واحنا هنحط السكر بتاعنا وندوق كمان. تمام، اقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هي عشان الغلة بقى بردت فماسكة شوية في بعضيها، فسنة وتفك معانا وتبقى مية مية. تمام يا حبيبي، هعمل انا العشورة ديت عشورة بالقرفة وعشورة بالفانيليا. تمام، فانا الاول هحط كل الاوائل بتاعتي في الحلة الكبيرة قوي دي، وبعد كده ارجع ايه احط بقى افصل بقى اشوف هاخد حبه قد ايه اعملهم بالقرفه. تمام، في التوقيت ده هعمل ايه يا حبايبي؟ هسيب بس يسخن بقى اللبن مع الغله ويغلو، وبدوب معاهم السكر طبعا، عايزه السكر جوه يدوب كده. هسيب بس اسيبهم شويه وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي انا معايا كوباية لبن. تمام، هبتدي اجيب الكريم شانتيه بتاعي،
خام بقى مسكر اللي انت عايزاه. تمام، هجيب اللبن النيدو الباودر. يا جماعه الحاجات دي اللي انا بحطها دي بقى هتدي تيست ايه تحفه، تيست تحفه للعشوره بتاعتي، وقوام كريمي كده بقى وحاجه كده جامد. النشا نشبره، هضيف كل ده كده. وادوب كل الكلام ده في اللبن بتاعي عشان لما افضيه على العشوره بتاعتي لما تسخن يبقى ايه مش مكلكع، ما يكلكعش مني اصلا، ادوبه حلو قوي. تمام، احط بقى بقيه اللبن بتاعي واقلب بقى وادوب كويس. كريم شانتيه على اللبن البودر على النشا، هيدي يا جماعة تيست تحفة، هيدي ملمس حلو قوي للعشورة، تحفة تحفة يعني. وهقلبه واحضره قبل ما العشورة بتاعتي ايه العشورة بتاعتي ما تبتدي تغلي، توصل لمرحلة الغليان. هقلبها بقى. القرفة حاليا مش هستعملها، الفانيليا نكهة الفانيليا مش هستعملها. وهسيب كده واقلب ادوب ده كويس واستنى لغاية ما ده ما يغلي معايا. اول ما هيغلي هرجع ونشوف هنكمله طريقتنا ازاي. بصوا يا حبايبي كده ابتدى اللبن يغلي مع الغلة، العشرة بتاعتي ابتدت تغلى اهي. وعندي هنا ديت قلنا كوباية اللبن على الكريم شانتيه على اللبن البودر على النشا، وقلبتهم كويس قوي. وبعدين جبت المصفى وصفيتهم قوي عشان ما اتاكد ان ما فيش كتل ولا تكتلات خالص، فحركة التصفية دي مهمة جدا 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 يعني، مهمة خالص. تمام، صفيتهم حلو قوي. تمام، هبتدي ايه اضيفهم بالراحة. هبتدي اضيفهم بالراحة مع التقليب المستمر بقى، يعني ما نوقفش بقى، فاهمني؟ هبتدي انزل بالخليط بتاعي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط ده يا جماعة تحفة، هيدي تيست تحفة 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 للعشورة. تمام، طيب احنا اي حاجة فيها نشا لازم تستوي ماشي، عشان ما تعملش ايه اي حاجة في البق كده طعم مش لطيف. فأي حاجة فيها نشا، اي حاجة داخل فيها النشا لازم تستوي، مهم قوي يا حبايبي. تمام، في التوقيت ده بقى شوف قام ابتدى يتقل ازاي بعد ما ضفت الخلطة بتاعتي التحفة. الكب اللي انا حطيته ده هقلب بقى كده لغاية ما اخلي النشا يستوي، مهمة او النشا يستوي. يعني النشا يستوي يعني تاخد لها غلوتين كده مع النشا، يبقى كده النشا بتاعي استوى، وساعتها الاقي القوام بتاع العشورة بتاعي تقل وبقى مميز. طيب في التوقيت ده هحط الفانيليا بتاعتي، تمام، نكهة الفانيليا دي حلوة قوي يا حبايبي بجد، النوع ده جميل جدا كده. وأقلب دخل بقى نكهة الفانيليا بتاعتي كده. هتقولي لي طب ما انت لسه ما طلعتيش اللي هتعمليه بالقرفة، هطلعه وبعدين نكهة الفانيليا. نكهة الفانيليا أساس في الصنفين، يعني هحط قرفة لازم احط لها فانيليا برضه، فانا حطيت فانيليا للكمية كلها، ولسه هاخد القرفة على جنب دلوقتي. ماشي، احنا مع بعض اهو. المهم من ايه، هسوي الاول النشا هنا في الحلة الكبيرة كلها على بعضها. تمام، بصوا يا حبيبي النشا بتاعي ابتدى يستوي والقوام ابتدى يتقل، لسه قدامه سنة بسيطة. ففي الوقت ده بقى اخد اللي انا ناوية اعمله بالقرفة،
انا عندي حله فاضيه اهي، وهبتدي اخد من دي بقى ايه الكميه اللي انا نفسي اعملها بالقرفه. تمام، اخد كميه كده قدامكم. طبعا ممكن تعملي الكميه كلها قرفه، ممكن تعمليها كلها فانيليا اللي انت عايزاه، بس انا طبعا عندي بيحبوا النوعين، ومجموعه بتحب النوع ده اكتر وكده، فعشان ارضي كل الاطراف بعمل كده. تمام، بصوا يا حبايبي، المهم جدا يعني تدخلي اطفالك الغله ياكلوها، القمح مهم مهم جدا. مفيش حاجه اسمها العاشوره دي لها وقت معين بتتعمل فيه، لا، انا منين ما احب اكل عاشوره اعملها في اي وقت، ملهاش عندي وقت. العاشوره تتعمل في اي وقت، مغذيه جدا، المواد الكربوهيدراتيه اللي فيها مهمه جدا، بتبني جسم الاطفال. الحوامل مهمه جدا عشان الجنين، مفيده جدا للكبار، مفيده جدا للكل. فما فيش حاجه اسمها لا ده لها وقت، ده لها موسم، لا مفيش الكلام ده. الحاجه اللي نفسك فيها بتعملها في اي وقت، في اي وقت من السنه، دي بتتعمل في اي وقت من السنه. زي الكحك موجود طول السنه دلوقتي، ما بقاش موجود في العيد بس. تمام حبايبي، كده كفايه الحبه دول هعملهم بالقرفه، عشان الباقي الفانيليا عندي بيفضلوا الفانيليا اكتر. كده كفايه قوي كده، وهي اهي قربت تستوي. هرجع هحط ديت على النار، بس قبل ما احطها هضيف لها شويه القرفه. القرفه برضو نسبتها ترجع لك، ممكن تكتريها وممكن تحطيها. انا كده حطيت تقريبا نص معلقه كبيره، وهدورها واشوف نسبة القرفة حلوة كده ولا ايه. وعيني على النار، لازم اقلب واخد بالي عشان قعري ما يشطش منه. تمام، القوام ابتدى يتقل اهوت وجميل، بس لسه شوية. ويدي اللي بالقرفة تحفة، وريحتها جميلة جدا. ممكن تعملها كلها فانيليا وترشي مع الشكل النهائي بقى، مع السوداني والبشر وكده، رشة قرفة على الوش وتبقى فانيليا، ورشة القرفة فوق جميلة جدا برضو، يعني ترضي الأطراف كلها برضو. تمام، بس ايه، أنا بحب أسوي القرفة في قلبها. تمام، جميلة أوي. حط سنة قرفة كمان كده، وهدخلها النار، فكل الكلاكيع اللي انتوا شايفينها دي هتروح. هاخدها بقى على عين البوتاجاز التانية، مش ممكن ما تبانش معانا، بس هحطها وهسويها زي ما بسوي دي بالظبط. أرجع لكم لما الاتنين يستووا. بيبي كده العشوره بتاعتي، شوف قوامها استوت خالص ازاي، قوامها تحفه. ودي العشوره اللي بالقرفه، ثواني اجيبها لكم، لسه سخنه طافيه عليها حالا. شوفوا قوامها تحفه. هبتدي اخد العشوره بتاعتي دي اغرفها في الاطباق، وارجع معاكم بعد ما اغرفها نشوف هنزوقوها ازاي. ودي يا حبايبي العشوره بعد ما غرفناها، باين اول العشوره اللي بالقرفه من العشوره اللي بالفانيليا، باين الفرق بينهم خالص. وهبتدي دلوقتي معايا هنا بشر جوز هند، ومعايا سوداني مجروش، ومعايا زبيب. هحط ابتدي اجنش حبايبي. كان طبق العشورة بتاعي، يا رب تجربوه ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.